منتخبنا الوطني لسيدات الكرة الطايرة الشاطئية قدروا ان هم يكسبوا الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية واللي بتتلعب في المغرب من الفترة من 19 ولحد 30 أغسطس اللي احنا فيه. منتخبنا كان كسب كل مبارياته في البطولة دي من غير ما يخسر ولا شوط. المنتخب كان كسب في النهائي منتخب كينيا القوي بنتيجة 2-0، وجت نتائج الأشواط كالتالي 21-14 21-15. منتخبنا كان بيضم الثنائي فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي، وأبهروا كل المتابعين للبطولة لأنهم أصلا بيلعبوا كرة طائرة في الصالات مش كرة طائرة شاطئية، ولكن كان عندهم عزيمة قوية جدا أنهم يكسبوا البطولة دي ويكسروا الدنيا.